لكن لسه كده حكم اللقاء بيقول له العب على الصفاره، بيقول لي مدبولي العب على الصفاره، مدبولي هيلعب الكروس العرضي على طول خطيره في المرمى والتولي قائم. حاضر المباراه النهارده الكابتن حسن الشاذلي الجميل، حلو الباص على الشمال، ابراهيم بيعمل حمدي محمد سعيد ضامم لجوه، سعيد مدبولي مره تانية لاسلام عبد النبي، حلو على الشمال سيد عثمان عند مدبولي اسلام عبد النبي، حلو نط على ماهر ويطلع على بر الامام برضو، رمي التماس لصالح مصر. حمزي البحث عن كره عرضيه، محاوله المرور المهاره مطلوبه في الوقت ده، كره بتاعته اللي يقدر ان هو يكون شايف المكان المظبوط. احمد فوزي سبع، فوزي واقف على كورته على طول، فوزي عايز يطلع ضيا ومدبولي وضيا في اول ربع ساعه، تسديدتين او ثلاث تسديدات من مصطفى مالك، والهدف الثاني له شخصيا بعد معانده الكره له وبعد ما كان في نفسيه سيئه، يعني انضمامه لنادي المنتخب على طول الضربه الركنيه اسلام، لكن بيطلعها مره ثانيه من قلب الدفاع اللاعب مدبولي عند اسلام عبد النبي لمدبولي، مره ثانيه عند عبد العزيز محطه. طبعا متابعه، بنتابع كل اللقاءات والحمد لله على هذه الكره الاماميه، المباراه بدا يبقى رتمها اسرع بعض الشيء، والدفاع سيد مدبولي يلعب لاحمد حمدي، مدبولي غير ملعب جميله في الجانب الايمن عند رشدي، الكرة تحضير إلى اللاعب رقم ثلاثة هاشم زيناتي، والكرة على القائم الثاني ولكن بتمر مع الكابتن علي عبد العزيز من مقاعد قلبه، ده لقت لعبة سيد مدبولي مبدأ الأمان إلى خارج الملعب، والكرة اللي بترجع دي بتبقى خطيرة جدا، بتبقى خطيرة جدا، شفته امبارح محمود اتلعبت لسيد مدبولي كروس العرضي في اتجاه ولد كمارة، سيد مدبولي يلعب لاسلام عبد النبي، تبادل المراكز ما بين اسلام، لكن بص على طول الكره الخطيره المستقبل، لكن عجبني جدا نادي نجوم المستقبل بادئ بالستريس والضغط. المغرب التطواني سجل هدف في اخر الدقائق. كل المستوى وكل الصفقات اللي جابها التامين، لكن عارف اسم ايه الترسانه حاضر محمد رأفت وفتح الله، تروح الكره السهله السيد سيد مدبولي على التنفيذ، الكره طويله فين زيزو ينطلق، لكن ثم البحث فمتى الاهداف، هنا ضربه حره الكورة ملعوبة.